دعونا ننتقل الآن إلى وسائل الإعلام الفلسطينية والإسرائيلية، كيف تناولت عناوينها، ومن ثم نعود إلى حوار حلقتنا. نبدأها من وكالة معاً. سعدات يكتب: بالوحدة الوطنية الديمقراطية ننتصر على صفقة القرن. وفي وكالة وفا: قال مستشار الرئيس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية نبيل شعث إن القيادة الفلسطينية ترحب بالمبادرة الصينية التي من المرجح أن تفتح الطريق أمام الحل الدولي متعدد الأطراف. وأضاف شعث في حديث لإذاعة صوت فلسطين أن هذه المبادرة ستشكل بديلا عما يسمى صفقة القرن التي انهارت عمليا بسبب الرفض الفلسطيني والعربي والدولي. وكالة وطن: الاحتلال يصادر 10 دنومات في وادي الحصين بالخليل ويحولها إلى بؤرة عسكرية. أما في صحيفة الأيام: الاحتلال يغلق معبرا ويقلص مساحة الصيد بغزة. القدس: قالت قناة القدس الفضائية التي تتخذ من بيروت مقرا لها أن الاحتلال الإسرائيلي حذر عملها في الداخل الفلسطيني ومدينة القدس ومنع التعامل معها، واستنكرت نقابة الصحفيين قرار سلطات الاحتلال القاضي بحذر عمل قناة القدس الفضائية في الأراضي الفلسطينية واستدعاء عدد من العاملين فيها للتحقيق معهم حول القناة وعملهم الصحفي. وفي عرب 48: نتنياهو يصر على تمرير قانون القومية خلال أسبوع. أما في الصحافة الإسرائيلية موقع إسرائيل هيوم: هجمة جوية إسرائيلية بالقرب من حمص. وفي موقع والله: نتنياهو يقرر إغلاق كرم أبو سالم بحجة إطلاق البالونات الحارقة. أهلا بكم مشاهدينا مجددا، هذا أبرز ما جاء في وسائل الإعلام الفلسطينية والإسرائيلية، ونحن سنركز في حلقتنا في عنوان تناولته وسائل الإعلام الفلسطينية بكثرة حول موضوع المبادرة الصينية لعملية السلام. الصحافة الفلسطينية تتحدث عن أن هذه الصفقة هي بديل لصفقة القرن، يعني وينضم إلينا للتطرق لهذا الموضوع الكاتب والمحلل السياسي دكتور مازن صافي عبر الهاتف. أهلا بك دكتور مازن. الصحافة الفلسطينية تتحدث عن أن المبادرة الصينية هي بديل عن صفقة القرن، وهل يعني يمكن أن تكون المبادرة الصينية فعلا بديلا عن صفقة القرن؟ هذا المصطلح يعني هل فعلا تكون بديلا أم أنها طرح آخر؟ يعني بداية أسعد الله مساءك ومساء السادة المشاهدين. في الحقيقة أن المبادرة الصينية والتي تأتي في ظل أجواء سياسية متباينة وفي ظل تصارع الإدارة الأمريكية للإعلان عن صفقة القرن، لا يمكن الحديث عنها أنها كبديل لصفقة القرن، ولكن يمكن الحديث عنها من جهة سياسية أخرى، لأننا نتحدث عن إخفاقات سياسية كبيرة في المنطقة ووصول العملية السياسية كاملة وبما يخص القضية الفلسطينية إلى طريق مسدود، وخاصة بعد قيام الرئيس الأمريكي ترامب بالانقلاب على القانون الدولي وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، وأيضا ما تلا ذلك من نقل سفارة بلاده إلى قلب القدس المحتلة وإبعاث ورسالة نبوتية كوشنر ودريمبلات بما ظهر من تصريحات كوشنر عبر لقائه في جريدة القدس قبل أسبوعين بأنه يهدد القيادة الفلسطينية بانقلاب الجمهور الفلسطيني ضدها في حال عدم استجابتها لصفقة القرن، وبالتالي ينظر لهذه الصفقة فلسطينيا بأنها ذات صبغة عبرية بلكنة أمريكية، لكن ينظر إلى المبادرة الصينية الحالية وهي استكمالا حقيقة للمبادرات والجهد الصيني المبذول منذ عدة أعوام. نعم دكتور مازن، هذه المبادرة هي صينية طرحت قبل ذلك واليوم أعاد الجانب الصيني طرحها مجددا
وجانب الفلسطيني رحب بهذه المبادرة. يعني لو تضعنا في تفاصيل بنود هذه المبادرة والتي بمجملها يعني من يتابع وسائل الإعلام الفلسطينية يرى ويجد على أن هذه المبادرة تشمل على أن هنالك دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى نزع أيضا وجميع فك جميع المستوطنات في الضفة الغربية، لو تضعنا في بنود هذه المبادرة. صحيح، نحن يمكن لنا الحديث عن ثلاثة أجزاء بما يخص المبادرة الصينية الجديدة، وهو متى أطلقت هذه المبادرة بما يخص الصراع العربي الإسرائيلي عامة والقضية الفلسطينية خاصة، وأيضا سوف نتحدث عن سبب إعلان هذه المبادرة في هذه الأيام. نحن يمكن القول أن هناك علاقة تاريخية تجمع الصين مع دولة فلسطين، هذه العلاقة ترسخت أبان الثورة الفلسطينية والحصار الإسرائيلي لبيروت ومعركة بيروت التاريخية وقيام دولة الصين بإمداد الفلسطينيين بالكثير من السفن التي كانت تحمل السلاح والغذاء، وأيضا الزيارة التاريخية للقيادة الفلسطينية إلى الصين واحتضانهم للكوادر الفلسطينية. من هذا المنطلق والعام الماضي وفي مثل هذه الأيام قام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بزيارة تاريخية إلى الصين، توجت بمبادرة الرئيس الصيني شي جين بينغ لمبادرته الخاصة للعملية السياسية بين الدول العربية وإسرائيل، وهي حقيقة تقوم على أربعة نقاط هامة، وهي حل الدولتين على حدود العام 1967 مع تأكيد أن القدس الشرقية عاصمة لهذه الدولة الفلسطينية الجديدة، وأيضا دعم مفهوم الأمن المشترك والشامل والتعاون المستدام، وهذا البند هو أيضا بند أساسي في المبادرة الأمريكية الصينية العالمية والتي تطلق عليها اسم الحزام والطريق. وأيضا المبادرة الصينية تدعم إنهاء بناء المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية وأهمية اتخاذ تدابير ثورية لمنع العنف بين المدنيين، أي بمقاربة لما يعرف بالحماية الدولية للمدنيين. أيضا هو يسعى إلى استئناف مبكر لمحادثات السلام وتنسيق الجهود الدولية لوضع تدابير لتعزيز هذا السلام، بالتالي اعتبر فلسطينيا أن هذا يشكل إطار جديد يمكن الانطلاق من خلاله ويمكن أن يستند إلى مرجعيات وقرارات دولية تنهي التفرد الأمريكي بالعملية السياسية، والتي أثبتت الشهور الماضية أن الإدارة الأمريكية قد فشلت فشلا ذريعا في معرفة طبيعة الصراع الموجود وأيضا إمكانية الوصول إلى حلول سياسية. نعم دكتور مازن، أيضا المبادرة تتحدث في بنديها الأخيرين بحسب ما جاء في وسائل الإعلام الفلسطينية على المطالبة بجهود دولية لإنجاز عملية السلام، وهنا يأتي السؤال، ما هي المرجعية الدولية لهذه المبادرة؟ هذا سؤال هام. الدولة الصينية جمهورية الصين ترتكز في مبادراتها السياسية وخاصة في المنطقة العربية على المرجعيات الدولية، أي القرارات الدولية ذات الصلة في الأمم المتحدة، وهي أساسا قرارات 242 و338 194، أي بما يخص اللاجئين وبما يخص حق تقرير المصير، وايضا يستند الى وصول فلسطين الى عضويه مؤقته في الامم المتحده. هذه هي المرجعيه التي يمكن قبولها في ظل التعنت الامريكي، وايضا هذه المرجعيه كما اسلفنا انها تشكل اطار دولي يستند الى هذه المرجعيات، وهي مبادره في الحقيقه تترجم أن منطقة الشرق الأوسط لم تعد شأنا أمريكيا خالصا. نعم. وتبرز مفاهيم إنسانية واقتصادية وتنموية تساعد
على إنجاح المبادرات السياسية. نعم، الصين طرحت المبادرة، الجانب الفلسطيني رحب، ماذا بشأن الجانب الإسرائيلي؟ هل ممكن أن يقبل الجانب الفلسطيني هكذا مبادرة في ظل وجود مبادرة أخرى تأتي من قبل واشنطن؟ من 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 الأهمية أن نذهب الآن مباشرة إلى ما تحدث أو ما صرح به نتنياهو أنه الأسبوع القادم سوف يطرح وبقوة قانون القومية. أيضا علينا أن نقرأ ماذا يدور في الرأي العام الإسرائيلي، وحيث أن آخر الاستطلاعات التي أجرتها جامعة تل أبيب تقول أن 74% من الإسرائيليين يعتقدون أن صفقة القرن سوف تفشل، وأن 70% منهم يشترطون الاعتراف بالدولة اليهودية مقابل مواصلة المفاوضات، وأن 65% يعتقدون أنه على إسرائيل أن تستخدم الحل العسكري لإنهاء الصراع. نعم. بالتالي هذا يعكس التطرف في الرأي العام الإسرائيلي، الذي نتج أيضا عن التطرف في السياسة وفي القيادة الإسرائيلية عبر الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، والتي لا ترى إلا إنهاء الوجود الفلسطيني وعدم القبول بحل الدولتين أو إقامة الدولة الفلسطينية. نعم. وبالتالي هم يكرسون رفضهم لأي مبادرات دولية، وحتى إن حتى لنذهب بعيدا، حتى لو طلب ترامب من نتنياهو ومن القيادة الإسرائيلية بعض التنازلات لإنجاح خطته، لن يرى هناك إلا رفضا لما يطرحه. وبالتالي نحن نتحدث عن تطرف إسرائيلي ضد الحقوق الفلسطينية، رفض تام لتدويل الصراع، رفض تام لعملية العودة إلى حدود 1967. هم يعتبرون أن القدس هي عاصمة مدينة إسرائيل، يرفضون رفضا تاما تناول قضية عودة اللاجئين. أيضا هم يعتبرون أن الأمن هو الأساس ومرتكز أي حلول، هم الأمن بما يقصدونه نزع السيادة الفلسطينية عن أي أرض فلسطينية، إعادة مفاهيم كانتونات منفصلة بين المدن والقرى الفلسطينية في القصة الغربية وعازل قطاع غزة. بالتالي هم سيرفضون المبادرة الصينية وأي مبادرة أمريكية أخرى، وأيضا سيرفضون القبول بأي تنازلات حتى لو عرضت عليهم أمريكياً. نعم. طيب دكتور مازن، لو عدنا إلى موضوع أيضا المبادرة الصينية، قبل الحديث مطولا عن موضوع صفقة القرن مجددا، يعني المبادرة الصينية هل من الممكن أن تأتي معها مشاريع اقتصادية جديدة للشعب الفلسطيني؟ في الحقيقة أن المبادرة الصينية هي لم تأتي على ذكر مشاريع اقتصادية عملاقة. نعم. عندما تحدث أن الصين هي تعتبر ثاني دولة اقتصادية في العالم، وربما تعتبر ثاني دولة أيضا مصدرة لإنتاجها الاقتصادي والتكنولوجي والصناعي إلى الدول العربية، لكن بسبب أن الأراضي الفلسطينية هي أراضي محتلة، وأن دولة فلسطين تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي الذي قام بهدم كامل للبنية التحتية الفلسطينية، ويستمر في عمليات التغول والاجتياحات والحصار لقطاع غزة ومدن الضفة الغربية. بالتالي لا يمكن الحديث في هذا الوقت عن وجود مشاريع اقتصادية عملاقة صينية، لكن بالعودة إلى عدة سنوات مضت. نعم. وفي العام 1999 وافق الرئيس الصيني آنذاك للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات رحمه الله على إقامة مدينة صناعية أو مشاريع صناعية كبرى في قطاع غزة على شاطئ البحر المتوسط بما يشمل ميناء بحري كبير، وتم الموافقة على إجراء دراسة جدوى اقتصادية شاملة. نعم. مع نهضة اقتصادية تنموية، ولكن مع دخول الانتفاضة الأقصى في العام 2000 انتهى كل ذلك، ولم يعد هناك حديث عن وجود مشاريع اقتصادية ضخمة. نعم، وصلت الفكرة من هذا الجانب.